لو الحكاية فيها إن فيتو. أنا مش بحس قوي إن في عندنا يعني شغلانة الناشر دي، في عندنا محاولات فردية، في عندنا ناس محترمة في الشغلانة، لكن شغلانة الناشر كما الواحد يعني بيسمع عنها أو يعرفها أو بيقرأ عنها في السيرة الذاتية بتاعت الكتاب الكبار بره، هي مش شبه هنا خالص. هنا عندنا ناس بتطبع كتب وتحطها في المكتبة، يعني دي الشغلانة. لكن من النادر تلاقي دار نشر عندها مشروع كامل، من النادر تلاقي ناشر بيشتغل على كاتب. يعني انا شخصيا بعتبر نفسي من الكتاب ما عندهاش مشروع. انا يعني كل شويه عندي شويه افكار، الفكره الاقرب للشغل بقعد اشتغل فيها واخلصها، لكن ما عنديش ناشر. يعني سواء لو اشتغل معاه او اشتغلت معاه قبل كده، اشتغلت مع 4 5 ناشرين، ما عنديش ناشر بيقول لي انت هتعمل كذا، او انت هتشتغل على المشروع الفلاني او الشكل الفلاني، او هنعمل كتاب هينزل في شهر 6 وعلشان على شهر 1 هتشتغل في الكتاب الثاني، والعناوين اللي بتشتغل عليها شكلها كذا، وريني انت انجزت فيها ايه. يعني المتابعه دي بتاعه الناشر اللي بيشغلك، اللي هو كلمه ناشر فعلا، انه بيشوف انت بتعمل ايه وبيتابعه وبيقيمه وبيساعدك فيه، بيوفر لك ناس بتساعدك في البحث لو محتاج بحث، بيوفر لك ماده تخدم على الشغل اللي انت عايز تعمله، يتابع معاك خطه زمنيه واضحه، بحيث انك تبقى مشغول بس باللي في ايدك تشتغل. ولا ده ما عندناش. كل الدور الكبيره اللي موجوده في مصر بتاخد منك الكتاب تطبعه وتحطه في المكتبه تبيعه وتروح تحاسب المكتبه وهكذا، الكتاب يخلص تطبعه تاني. لكن مشروع او صيغه او شكل فعلا ما عندناش في مصر. عندنا طول الوقت فكره انه احنا هنطبع كتب كتير وتنزل السوق، وربنا يجعل السوق كتاب احسن منه. فالكتب بتنجح بالصدفه، الكتاب بينجحوا بالصدفه، الله بالعبا. الناس اللي عندها افكار مهمه حتى اللي بتنجح بعد كده بتتخبط، لان هي ما عندهاش حد واقف معاها يفكر لها. هتلاقي كاتب عمل كتاب وضرب وكسر الدنيا، بس اللي بعده واللي بعده واللي بعده الحاجات عماله تبوظ منه، لانه ما بيشتغلش في منظومه. هو بيشتغل على حسب دماغه وعلى حسب طريقته. حتى لو بصينا على الافكار اللي بتخدم على النشر في مصر مثلا في السنه اللي فاتت، هتلاقي فكره او اتنين بالصدفه. يعني هتلاقي فكره مثلا عاملاها مكتبه الكارما، اللي هي قررت ان هي تخش ارشيف الروايات القديمه المهجوره وتطلعها في المختارات، فتطلع روايات مليم الاكبر او بدر الديب او الروايات اللي هي كانت في الخمسينات والستينات مهمه ومش عارفين عنها حاجه. فده كان مشروع، ده شكل. فيما عدا ذلك محاولات فرديه، حتى حاجات اللي انا عملتها، انك تعمل كتاب يبقى دخله لجهه ما مش دخله للكاتب، او انك انت تعمل الطبعه الشعبيه، تفضل تزن في الطبعه الشعبيه بالسنه وبالسنتين لحد ما يوافقوا لك عليها ويعملوها، كلها برضه باجتهادات شخصيه. فكنت عايز اتكلم في ده، يعني كنت بقول لك اتكلم في النشر، اتكلم في ده، انه احنا فعلا الشغلانه عندنا كانها شغلانه نشر، شبه شغلانه النشر.